ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بمشيئة الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لك صدقة في عمل والله بسيط جدا وممكن يكون بيحصل معك كل يوم وفي كل وقت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشادك للرجل في أرض الضلال: لك صدقة. يعني إرشادك لراجل في أرض هو مش عارفها وبيسألك عنها يقول لك أنا عايز أروح المكان الفلاني ده، تعرف هو فين؟ إرشادك ليه هو صدقة والله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيبلغك وبيبشرك إن أنت لما تساعد حد يوصل لمكان ده صدقة ليك وخير عظيم جدا، كأنك أخرجت صدقة لله عز وجل. يا جماعة بالله عليكم متضيعوش الخير ده، متضيعوش الخير ده منكم. الحاجات دي بتحصل معانا كل يوم، بتحصل معانا يعني في كل وقت. اتكلمنا عن أول الحديث وهو ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وتاني شيء إن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صدقة. النهاردة بنتكلم عن إرشادك لرجل، إرشادك إن أنت واحد بيسألك ويقول لك بعد إذنك أنا عايز أروح المكان الفلاني ده، تعرف هو فين؟ دله على المكان الصح، بلاش تقول له مش عارف لو أنت عارف، بلاش ترشده غلط، بلاش تقول له على مكان غلط وأنت مش عارف، يا ريت لو مش عارف تقول له والله ما أعرف. بلاش لو انت يعني مش عارف المكان بالظبط ومش عارفه بالفعل، بلاش تقول له روح كده وجرب، بلاش تجرب في الناس، بلاش تجرب الناس تعبانة بجد، بلاش تخليه ان هو يمشي مشوار طويل وفي الاخر ما يلاقيش المكان زي ما انت قلت له. وليه بعض الشباب لما حد يسألهم يشاور له كده بطرف ايده هناك يا عم روح، ولا روح دور على حد تاني اسأله؟ ليه لو بنت راحت سألت الشاب ممكن يسيب اللي في ايده لو شغال في حتة ولا شغال في مكان، ممكن يسيب اللي في ايده خالص ويطلع مع البنت يوصلها المكان ده؟ ليه احنا بقينا كده؟ ليه ما بندورش على ان هي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك صدقة، كأنك اخرجت صدقة والله العظيم ان انت تدل لحد على المكان اللي هو عايزه. ان واحد ما هوش عارف يوصل للمكان ده فانت بتدله. ليه ان احنا بقينا ان الشاب عايز يدل البنت وياخدها يوديها ولو معاه عربيه ولا معاه حاجه يقول لها اركبي تعالى هنوديك لحد هناك؟ ليه لو واحده راكبه عربيه وبتسال على مكان معين ممكن تسال سواق تاني يقول لها ثواني تعالي مشي ورايا بالعربيه وانا هوديك ايه اللي بيحصل فينا ده؟ ولو راجل اللي بيساله يقول له يا عم انا فضيله، روح يا عم اسال حد تاني، والله ما انا فضيله، انا فيها اللي مكفيني، فيك ايه بس؟ فينا ايه احنا؟ فينا ايه وما عادش فينا رحمه بجد؟ ليه ما عادش بيهمنا ان احنا ولا عايزين صدقه ولا عايزين خير ولا عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ البني ادم بيتمنى ان يعمل حاجه يلاقيها يوم القيامه، يعمل حاجه خير. ده انسان او واحده دخلت الجنه بسبب ان هي يعني رحمت كلب وزائد كلب، وواحدة دخلت النار عشان حبست قطة. ليه إن إحنا بقينا في الزمن بالشكل ده؟ ما نرحمش بعضنا.
بالله عليك ما تنسى الحديث ده، وخلي دايما قدام منك، خليك دايما فاكر ان انت اي انسان يطلب منك حاجة ساعده، اي انسان يسألك على مكان هو مش عارفه وانت من اهل المنطقة دله صح، حتى لو هتمشي معاه شوية وهتتعب شوية، والله كل خطوة هتمشيها معاه هتبقى في ميزان حسناتك. ساعد انسان تايه في مكان ما هوش عارفه، الانسان لما بيبقى رايح مكان جديد عليه والله العظيم بيبقى شبه التايه بالظبط، ويبقى مش عارف اي شيء، بيبقى شبه الغريق اللي نفسه يتعلق باشياء. ساعده وامشي معاه وقوله تعالى هوديك، بلاش اللي احنا بنعمله دلوقتي وان الانسان يدور بس ان هو يوصل بنتي ويوصل، والبنت لو هي شافت شاب تايه ممكن توصله. بقينا في زمن غريب، ليه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى كده؟ ياريت كل انسان يدور على اخرته، ما يدورش على الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. بالله عليكم دوروا على اللي هتلاقوه يوم القيامة. الحسنة في رمضان بسبعمية ضعف، الحاجة اللي انت بتعملها خير سبعمية درجة زيادة عن الأيام العادية. بالله عليكم ما تضيعوش شهر رمضان كده على الفاضي. بالله عليك لما حد يطلب منك مساعدة ساعده. الحديث ده عظيم جدا، في حسنات عظيمة جدا والله العظيم. تعرف انت يعني الحديث بيقول ان انت لو يعني دليت انسان على المكان اللي هو عاوزه لك صدقة. تعرف الصدقة دي ربنا بيعمل فيها ايه؟ ربنا بيربها لك، ربنا بياخدها منك كده بيربيها ليك، تبقى صغيرة جدا شبه البذرة، وربنا سبحانه وتعالى بيربيها ويكبرها، تيجي يوم القيامة تلاقي يعني بتلاقيها مثل جبل أحد. الله تلاقي حسنة بسيطة صغيرة جدا وهي الصدقة، تيجي يوم القيامة تلاقيها مثل الجبال. وما تضيعش حديث عظيم زي ده، إن شاء الله معاك كل يوم حد ما نكمل الحديث العظيم جدا ده. حديث والله يعني المفروض ما نضيعه من إيدينا، حديث عظيم والله العظيم بجد، فيه من الخيرات وفيه كل يوم ممكن تدخل ألف صدقة كأنك أخرجت الصدقات دي كلها. فما تضيعش الخير ده منك.